مرحبا بكم. يمكنك أن تستكشف معنا اليوم بعضا من مشاريع بناء السد وحواجز الأمواج الرائعة حول العالم والتي تقوم بها العديد من المدن الساحلية، وذلك لحماية السواحل من العواصف القوية. ولحماية المدينة من العواصف البحرية القوية يعتمد تصميم السد السيد بير على استخدام الأكورديو، وهو نوع من الكتل الخرسانية يشيع استخدامه على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك فإن الجيل الجديد من هذا الأكورديو الذي يتم استخدامه في السطح يسمح بتركيب أسهل وأسرع، وتتضمن عملية البناء جمع الصخور والمواد المتناثرة من البحر وفرزها وفقا لأحجام مختلفة وإعادة دمجها في السد، حيث يتم استخدام تقنيات حفر الصخور الأرضية والبحرية لتثبيت الأكورديو المستقبلية والسد في قاع البحر بأعماق تتراوح من 2 إلى 8 أمتار، مع العملية التي تستغرق ما يقارب الشهرين. ينتج مصنع الخرسانة 150 متر مكعبا من الخرسانة يوميا، ويحتاج إلى 20 عامل تقريبا يشاركون في عملية التصنيع المسبق للأكورديو، وهذه المستخدمة في المشروع هي الأحدث، إذ أن كل واحدة تزن 5 أطنان ويبلغ ارتفاعها 3 أمتار تقريبا، وقد تم تشكيلها ولحامها من قبل شركة تونسية مختصة في هذا المجال. وهذه هي المرة الأولى التي فيها يتم تصنيع وتركيب أحدث جيل من الأكورديو في فرنسا، فبإمكانكم أن تتابعوا عملية تعبئة هذه القوالب كيف تتم. بعد أن خضعت هذه الكتل لفترة تجفيف مدتها 21 يوم، تكون جاهزة للنقل والتركيب عليها. وللتعامل مع الأكورديو الثقيل يتم استخدام رافعة قوية بقوة 200 طن، وهذه الرافعة ليست قادرة فقط على رفع الكتل الضخمة، ولكن أيضا مجهزة بتقنية توجيه GPS لضمان تحديد المواقع بدقة، ويساعد نظام GPS مشغل الرافعة في وضع الأكورديو بدقة وفقا لخطة محددة مسبقا لضمان محاذاتها بشكل صحيح وتناسبها بسلاسة مع الهيكل العام للسد. ولكن عملية التثبيت تتطلب أكثر من مجرد خبرة مشغل رافعة، ويلعب الغواصون دورا حيويا في مساعدة مشغل الرافعة أثناء التسييب بين الأكورديو، ويعمل الغواصون بالتنسيق مع مشغل الرافعة لتوفير التوجيه البصري والتأكد من وضع الكتل بدقة وفقا للخطة المحددة مسبقا. ويتم الحصول على غالبية المواد المستخدمة بالبناء بما في ذلك الصخور والركام من بقايا السد القديم، ومع ذلك يتم الحصول على إمدادات صخرية إضافية من المحاجر لتلبية الكميات المطلوبة بإجمالي يقرب من 32 ألف متر مكعب من الصخور يتم تجريفها ووضعها مع الكتل الصخرية التي يتراوح وزنها بين 1 إلى 10 أطنان. وقد تم استخدام مزيج من طرق النقل البحري والبري للنقل، ووضع ما مجموعه 70 ألف كتلة أكورديو و 400 كتلة مكعبة محززة. أثناء بناء سد المساح يتم استخدام كمية كبيرة من الخرسانة لجدار التاج والمفاتيح التي يبلغ مجموعها 3000 متر مكعب. وكانت هذه الكمية الكبيرة من الخرسانة ضرورية لضمان الهيكل الإنشائي وسلامة واستقرار هذه المكونات الرئيسية للسد. يعمل الجدار التاجي كحاجز وقائي ضد قوة البحر، بينما توفر المفاتيح دعما ووظائف إضافية للبنية التحتية الشاملة. بمجرد اكتمال مراحل البناء الرئيسية
ينتقل التركيز إلى المرحلة النهائية من المشروع الجاري، وتضمن هذه المرحلة وضعا دقيقا لكتل أكوردز المتبقية باستخدام رافعات متخصصة ذاتية الدفع، حيث يتم تشغيل هذه الرافعات بدقة لضمان محاذاة ومواضع دقيقة للكتل. والغرض من هذا الأكورديو النهائي هو توصيل ودمج الأكورديو الموجود بشكل آمن مع الجدار التاجي، ويبلغ طول سد المساح المكتمل 110 أمتار وارتفاعه 4 أمتار وممشى بعرض 6 أمتار وعمق 12 متر. ويتضمن إنتاج كتل تشتيت الأمواج المعروفة باسم رباعيات الأرجل عدة مراحل لضمان التصنيع بجودة عالية وهياكل متينة تعمل على تمديد طاقة الأمواج بشكل فعال. يوضح هذا القسم نظرة عامة على تجميع عملية الإنتاج المكونة من 3 قطع لتشكيل الشكل، وفي هذه الخطوة يتم تجميع 3 قطع تشكيل وتجميعها في تكوين محدد لإنشاء قالب لرباعي الأرجل مصمم لإعطاء رباعي الأرجل بشكله المميز لصب مزيج الخرسانة بداخله. وبمجرد تجمع القطعة المكونة للشكل يتم تحضير المزيج الخرساني وفقا للمواصفات المطلوبة، وعادة ما يكون مزيج الخرسانة عبارة عن مزيج من ركام الأسمنت مثل الرمل والحصى، وأحيانا إضافات المزيج يتم سكبها بعناية في القالب المتكون من قطع تشكيل الشكل ووضع الخرسانة الممزوجة بهزاز لضمان أن يملأ المزيج الخرساني القالب بشكل موحد ويزيل أي جيوب هوائية أو فراغات، ويتم استخدام الهزاز وإدخاله في خليط الخرسانة، وتساعد اهتزازاته على ضغط المزيج لتحسين كثافته وقوته، كما تساعد عملية الضغط على إزالة أي فقاعات هواء محاصرة، حيث يتم استبعاد التسريب المحكم للخليط بعد ضغط خليط الخرسانة. ويتم فحص رباعي الأرجل بعناية لضمان إحكام جميع الوصلات، ويتم فحص أي تسريبات محتملة في خليط الخرسانة ومعالجتها لضمان تشكيل رباعي الأرجل بشكل صحيح ومعالجة خارجية سليمة من الناحية الهيكلية. يتم إزالة القوالب واهتزاز القوالب المملوءة دون عائق للسماح للخرسانة بالتعافي واكتساب القوة لعملية المعالجة، وهو أمر حاسم لتطوير متانة رباعيات الأرجل والتكامل الهيكلي. يستغرق الأمر عادة عدة أيام أو أسابيع اعتمادا على مزيج الخرسانة المحدد وظروف المعالجة، وبمجرد أن تصل رباعيات الأرجل إلى القوة الكافية يتم تفكيك القوالب وتفكيك الكتل. والأضرار التي لاحقت برباعيات الأرجل المشكلة حديثا خلال هذه المرحلة يتم فحص ومراقبة الجودة والانتهاء من كل رباعيات الأرجل بحثا عن أي عيوب. تتضمن إجراءات مراقبة الجودة أن الكتل النهائية تفي بمعايير ومواصفات مطلوبة. تخضع رباعيات الأرجل للمعالجة السطحية مثل التفجير بالرمل لتحسين مقاومتها للتآكل وتعزيز مظهرها. أحدثت تقنية كاسين ثورة ببناء البنية التحتية للميناء، فهي توفر مجموعة واسعة من إمكانيات التصميم مما يجعلها مناسبة للهياكل البحرية المختلفة مثل أرصفة المفاتيح العمودية والحاويات البحرية، ويتيح هذا التنوع حلولا مبتكرة. وحتى البناء المتزامل للأرصفة والمفاتيح التي توفر نهجا مختلطا مقارنة بخيارات حواجز الأمواج التقليدية، وهي أساسا هيكل خرساني وفولاذي يوفر الصلابة والاستقرار للهياكل البحرية. وشركة أسونا للبنية التحتية البحرية هي شركة رائدة في هذا المجال بخبرة تزيد عن 100 عام، قامت ببناء أكبر خرسانة مسلحة في العالم بطول 66.5 متر وعرض 24 متر وارتفاع 34 متر. والآن نترككم معا لاستكشاف مشاريع بناء السدود وحواجز الأمواج الرائعة حول العالم، وبإمكانكم أن تتابعوا التقنيات المميزة التي يعمل عليها العالم لبناء وإيجاد حلول تستوعب البنية التحتية في البحر. لنشاهد ولنستمتع معا
كيف يتم بناء مشاريع السدود وحواجز كيس الخاصة بكاسرات الأمواج؟